جميلة. بوشوي دجاج، كان بابا فريتا بطاطا مع الخبز مع الكيسو، هاي شايفينه وجبتين مع دوس كوكا كولا، كلياتهم شايفينه. وهي الخدمة كاملة في هذا المطعم الجميل الرائع اسمه البار فيدرال في سان تيلمو، فقط ب$10، فقط ب$10 تاكل هاي الوجبة الجميلة الرائعة. شوف وعطينا رأيك، شوف وعطينا رأيك بهي الأكل وهي الأشياء الجميلة كلياتها. قولي لي بوكيتو كيسو أكا من البانسيتو أبي برامين أسي. شوف يعني هي القطعة، هي حط لكم إياها أفرجيكم. هذا دجاج، صدر دجاج كامل. أوكي شوف بعينك، شوف دجاج، شايفين شيء جميل جدا. وهي الجبنة، شوف على الخبز الجميل، يا الله شيء رائع جدا، شايفين. أرخص دولة في العالم، أرخص دولة في العالم لن تجد هذه الأسعار، هاي تقريبا $10 لشخصين. بشوفوا مع كبار يعني هاي بياكلها لحالها الشخصية وبيزيد، شايفين شو يعني دجاج هيك. هاي الكوكاكولا، هاي كيف تعطونا معطونا رأيكم. شكون الفاتورة؟ اوكي فاتورة 2500 بيسو، يعني تقريبا ما بتطلع $11، ما بتوصل $11، لأن الدولار ب 220، ال 2200 بيسو بيطلعوا تقريبا 2200 بيسو $10، 2500 بيطلعوا 11 بالضبط. اوكي شوفوا 2 ميلانيسا و2 بيبسي وكوكا كولا ومع الخبز. اوكي ارخص دولة في العالم، ارخص دولة في الارجنتين في نفس المطعم، هاي شايفينه بنفس الطاولة بنفس المكان، شايفين مشان ما تقولوا بالتاريخ وبالساعة كل شيء، انها الارجنتين، انها اللي نسيت تنظر بعينك ورحم بقلبك.